النهارده سنسعد في حوار مطول مع السيد اللواء محمد عبد السلام رئيس المقاصه اللي برحب بيه. اهلا وسهلا يا فندم، برحب بحضرتك اهلا وبشكرك على تلبيه الدعوه وعلى السهر وعلى الوقت. لا الحقيقه يعني في اول ظهور على شاشه قناه الاهلي، يعني ما اقدرش اتاخر عن النادي الاهلي. النادي الاهلي ده يعني ياما له افضال علينا كلنا. ربنا يكرمك سيد الله محمد. الله يخليك يا فندم. الحقيقه انه مجلس اداره النادي الاهلي على بر العصور يعني، لكن يمكن مجلس الكابتن محمود الخطيب مهتم جدا بفكره مد جسور التعاون والعلاقات الطيبه مع كل الانديه. انا اعلم انه في علاقه طيبه بين الناديين وبين الادارتين والقيادتين، يعني شايف حضرتك هذه الخصوصيه ازاي مع النادي الاهلي في العلاقه يعني بين مصر المقاصه والنادي الاهلي؟ الحقيقه العلاقه مع النادي الاهلي علاقه من حتى من قبل الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب العلاقه بيني وبينه يعني من قبل ما يبقى في المجلس الاداره علاقه قديمه. انما ما انا علاقتي بالزملاء اللي في الانديه كلها يعني صحيح. النادي الاهلي خاصه صحيح. علاقه طيبه جدا، لان يعني احنا لازم نحترم بعض صحيح. ولازم نتعاون مع بعض ولازم نسند بعض، لان يعني الـ لازم يبقى في بيننا وبين بعض نوع من التعاون القوي اللي فيه مصلحه كل الانديه. صحيح. مش من مصلحه الانديه ان يبقى فيها خلافات وصراعات، لان احنا صراع في الملعب بالظبط، وده مش صراع، ده تنافس. يعني ده تنافس في الملعب، ده تنافس. كلنا بنرغب في ان احنا نكسب، لكن ده لا يمنع اطلاقا من ان تبقى العلاقه اللي بيننا وبين بعض علاقه طيبه وعلاقه مبنيه على الاحترام ومبنيه على الحب. ده اساس الرياضه اصلا، الغرض منها يعني الحب بيخلق المعجزات. الحب بيخلق المعجزات، ودي تجربتي في الحياه. الحاجه اللي طلعت بيها من حياتي او القيمه اللي انا حسيت بيها ان الحب له تأثير شديد جدا على علاقات البشر ببعضها، اللي بتأدي في النهاية الى يا اما الناس دي تنجح لو في حب او تفشل. صحيح. فالحب حتى للحاجة اللي انت بتعملها، يعني مش لازم حب الاشخاص لبعض، حب عملك، حب المكان اللي انت فيه، حبك لزمايلك، علاقتك بيه، ده بيخلق بيئة مواتية للنجاح وسلام اجتماعي غير عادي الحقيقة للشخص. لا ده دي ما فيهاش مناقشة. والحقيقة حضرتك أكدت ده في علاقاتك وفي كل الممر من مواقف وحتى في تصريحاتك. يعني سيادة الله محمد قلت أنه مصر المقاصة علاقتها بالقلعة الحمراء مبنية على الاحترام والتقدير، وأنه في خصوصية في العلاقة مع كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كل اعضاء مجلس الاداره اصدقاء وحتى الجماهير يعني. يعني انا يعني شوف حضرتك، هو اي واحد بيتعامل مع الناس باحترام الناس بتحترم. صحيح صحيح.